So we ask Allah subhanahu wa ta'ala to reward their efforts and make them among those who contribute to the spread of Islam. As usual, as we follow today, we're starting our webinar program. As usual, the program will be the same, but our link will be changed from here on out. Please go to www.kama.one. Again, www.kama.one to join this link directly. We will now begin our recitation of the Quran, followed by the tafsir. And then if we have some time, inshallah, we'll take a few questions. There's a Q&A section that should be open. You can type your questions in there and we'll try to answer them. If we don't have time, we'll try to email you and get the answers to you as soon as possible. For those streaming on Facebook, this segment is connected to Facebook Live. Please do share this and encourage others to join. Share it to your family and friends and spend the time reciting the Quran or listening to the Quran, inshallah. That's for it. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه
فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم هم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به
وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة
ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم واشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون
الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب
ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله. بسم الله الرحمن الرحيم. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our qira'at al-Qur'an and bless those who recite it with us today. Ameen. We thank Allah subhanahu wa ta'ala for this great opportunity. In these verses, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned certain things. Allah subhanahu wa ta'ala spoke about the Battle of Badr. Allah subhanahu wa ta'ala spoke about our actions and our behavior towards the Muslims. Allah subhanahu wa ta'ala also spoke about the people of the book, our dialogue and interactions with the people who received books from before, the Ahlul Kitab, the Christians, the Jews, how we're supposed to interact with them. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned the Battle of Uhud and the Battle of Badr. In this juz, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned a verse. Allah subhanahu wa ta'ala says, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّهُ. And remember when, and Allah subhanahu wa ta'ala helped you. Allah brought assistance, bi badrin, in the Battle of Badr, wa antum adilla, and you were few in number. The Battle of Badr is one of the most exciting and the most significant milestones, or one of the most significant incidents in the history of Islam. The Battle of Badr was a defining moment. It gave the Muslims authority. The Battle of Badr, understand the context that it took place in. It was no simple interaction. It was no simple battle. Larger battles were fought before, after this. Larger battles were fought, more casualties, more wealth involved, more power, more armies. However, no battle of Islam carried the significance of the Battle of Badr. The Battle of Badr is named because of the place where it took place. So at the point where the two armies met, that place had a well, or many wells rather, and they were owned by a person, according to the history mentioned by Ibn Kathir, rahimahullah, that these wells were owned by a person whose name was Badr. And as a result, the place was called Badr. Nowadays, in present time, if you go to the site of Badr, it's just a few trees covered in sand, and a few stones marking the place where the people, the Muslims, were buried, those who were killed. The Battle of Badr took place in the second year after Hijrah. The second year after Hijrah. And understand the context. At the time, the Muslims had just migrated from Mecca to Medina. The Muslims were now building themselves as a civilization, as a community in Medina. They hadn't much authority, much power. They were now building themselves up. They had just escaped the persecution and the atrocities, the oppression of the Quraysh in Mecca. The Quraysh still wanted them to come back to Mecca to face the persecution. The Muslims established themselves there. The Prophet sallallahu alaihi wasallam migrated. They sent people out, assassins, after the Prophet sallallahu alaihi wasallam, to hunt him down
And we know the story when him and Abu Bakr radiallahu anhu hid in the cave to hide from the enemies of Islam. The Prophet sallallahu alaihi wasallam reached to the Medina and he started to build the Muslim society. In the second year after Hijrah, after migration, the Quraysh decided, they heard the Muslim army or the Muslim, a group of Muslims had gone out to intercept a caravan. So they sent reinforcements. The Muslims were about 313 in number. They had very few weapons. They didn't come out with the intention to fight battle. They had very little armor. They came with the intention to intercept a caravan, to intercept the caravan and take the goods from the caravan. This was allowed, Allah subhanahu wa ta'ala allowed this because of the wealth that they had left behind in Mecca that the Quraysh had taken from them. So Allah gave them permission to go take the caravan back. The Prophet sallallahu alaihi wasallam left it open. He said, whoever wishes to come with me can come. And they went out. Allah subhanahu wa ta'ala had other plans for them. When the Muslims reached here, they intercepted, they missed the caravan and they were waiting for it. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala inspired him and he started making dua because they heard that the Quraysh had sent reinforcements. 1,000 well-armed fighters with horses, camels, shields, weapons, all the ammunitions you can think of, the necessities of battle, they were coming with. The Muslims were 313. The Quraysh were between 900 to 1,000, three to one ratio. The Prophet sallallahu alaihi wasallam is sitting and praying to Allah subhanahu wa ta'ala in the masjid, which is close to the site of Badr. And it was not a masjid at that time. It was just a spot where the Prophet sallallahu alaihi wasallam, where his camp was. And he's praying and begging Allah. And he says, oh Allah, if you wish to be worshipped after today, if you wish to be worshipped after today, then grant us victory. Because had the Muslims lost, Islam would have died. That was the intention of the Quraysh, to eradicate Islam and the Muslims once and for all. So they sent 1,000. And subhanAllah, this is the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah subhanahu wa ta'ala sent angels to fight besides the Muslims. The Sahaba would tell the stories afterwards, and they would say that we were fighting and we would see someone who looks familiar. We would see someone whose face looks similar to a Sahaba, a companion of ours. And we would think it's that person, but we know it's not that person. But this is the way the angels came. Jibreel alayhi salam came as the head of the army of the angels. 5,000 angels came and fought besides the Muslims. Allah subhanahu wa ta'ala declared this day as Yawmul Furqan, the day when truth and righteousness came out on top and falsehood and evil came out on the bottom. Where Allah subhanahu wa ta'ala differentiated between those who were chosen for the deen of Islam and those who were not chosen, those who were not accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. It was a day where the Muslims showed their true strength. This battle of Badr, it just so happened that it took place in the month of Ramadan as well. It took place on Yawmul Jum'ah, Friday, the 17th of Ramadan. The Muslims were fasting, many of them. Badr wasn't located that far. It was just outside of Medina, about 70 miles away from Medina. But the Muslims were brave, they were steadfast. They stood their ground and they fought, and Allah subhanahu wa ta'ala had divine preparations made for them. Allah subhanahu wa ta'ala shows us as believers, وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. Allah subhanahu wa ta'ala highlights this point, that even though you were so little in number, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ يَوْمَ بَدْرٍ. Allah subhanahu wa ta'ala gave you help and you were victorious. This teaches us, you and I, the believers, that with the help of Allah subhanahu wa ta'ala, we can overcome any challenge. We can overcome any adversary. We can overcome any enemy once we have the help and the assistance of Allah subhanahu wa ta'ala. This is why Allah highlighted this point in this ayah. وَأَنْتُمْ أَذِلَّ. Even though you were small in number, Allah subhanahu wa ta'ala helped you. So,
It is about understanding, based on these examples from the history of Islam, that we should not lose hope no matter our challenge, regardless of the difficulty in front of us. We ask for the help of Allah subhanahu wa ta'ala. This is our approach, that we ask Allah subhanahu wa ta'ala to send us assistance. And if our intention is sincere, if we have that belief in the promise of Allah, that Allah will send assistance, that Allah will protect us, because we're on the ala sahih, we're on the correct path, ala al-bir, we're on the piety, then Allah subhanahu wa ta'ala will prepare divine intervention. The way Jibreel alayhi salam came with an army of 5,000, the angels ready to fight against the non-believers. So let us not lose hope. Let us remember the history of the Muslims, how Islam started. Let us remember the sacrifice of the Muslims, how Allah subhanahu wa ta'ala put the Muslims through battle and sacrifice after sacrifice. There were times when the Muslims were attacked in Medina, in the Battle of Ahzab, and Allah subhanahu wa ta'ala explained the scenario, how intense it was, how difficult the situation was. That Allah subhanahu wa ta'ala said, إِزَّاغَتِ الْأَبْصَارِ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ. When the eyes became turned, rolled back into the heads, the eyes became unfocused. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ. Battle is intense. The hearts reached the throats, meaning they were filled with fright and fear. But the Muslims never backed down. The Muslims never gave up. And that is why you and I can recite the Quran today. That is why you and I can practice the Deen of Islam. That is why we can be Muslims. So let us remember the efforts of our Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, and let us appreciate the teachings of Islam. So when we trivialize the Deen of Islam, when we look at it as its only Sunnah, when we say that this the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam did something, but I don't have to do it because it's only Sunnah. I don't have to grow my beard because it's only Sunnah. I don't have to dress with the hijab because it's only Sunnah. Or a niqab, rather the hijab is compulsory. I don't have to do these things. I don't have to pray the extra salah because it's only Sunnah. Then we should remember the sacrifice made by our Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, where the Muslims were almost eradicated and wiped out completely, but he kept strong, and the Muslims fought to defend the religion of Islam. So with these few reminders, I ask Allah subhanahu wa ta'ala to let us, in this month of Ramadan, let us make the sacrifice that is required of us the way the Muslims made sacrifice. Let us learn from this Quran the lessons that will benefit us in this life and the hereafter. Let us read this Quran with the right intention so that we can receive blessings for each letter, each word, each verse, and each chapter that we recite. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to correct any errors that we might have committed and forgive us for any mistakes. We ask Allah to accept our day of fasting and let us be a source of rewards and light in our graves. When the Quran is recited, one of the blessings of the Quran is that it illuminates the graves of the deceased. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala that this Quran that we are engaged with on a daily basis, let it be a source of light for us in our graves. Ameen. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. We'll now take your questions. So far we have a question that came in. Someone said, if it is okay to recite or to read the translation of the ayat as the person recites, while if it helps you with concentration on the reciter as the person recites, it helps you to comprehend the meaning and gives you a deeper understanding of what is being recited, then it is permissible to do that as well. This is on condition that you cannot read the Arabic yourself. If you can read the Arabic, it is recommended that you turn the volume down and you recite on your own as well. Just keep this in mind, that our purpose here is to encourage one another to recite together, and not necessarily that you just sit back and recite and listen. If you want to recite the translation, this book is downloadable. It's on our website, kama.one, kama.one. You can find the downloads there, the file that I'm sharing as well. So please download it, read it on your own time if you want, as well as if you can't read the Arabic and you wish to follow along, you can read the English and the Arabic while we are the English as we recite,
and hopefully we'll take some benefit, inshallah. If there are any more questions, you can forward them. If not, we will conclude our program at this time. Please remember us in your dua. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept our day of fasting, accept what good deeds we've done. And please do join us every day. Invite your family and friends, and whoever you invite, inshallah, whoever you share this with, they will, whatever good deeds they benefit, you will also benefit from part of that, inshallah. So in this month of Ramadan, share the good that is around you, share the knowledge of Islam, and we ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept our efforts. We thank all those who took part in making this program possible, all our support staff and tech teams in the background, working in the background, our Hufaz who recited beautifully. We ask that Allah subhanahu wa ta'ala accept the efforts of everyone involved, our organizers and planners. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless them with good intention. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا إنه الغفور الرحيم. If you have any questions, you can reach out to us on camera.one. We can answer your questions there as well. Please use the contact button. And if you have questions here as well that we could not answer, we'll try to get back to you via email. So please do send your questions. جزاكم الله خير. We will now conclude our program.